وصلنا مستمر التحية تتجدد مع هذه الانطلاقات القوية. تهانينا لخليفة بن 70 المحرمي على تقديم الشاهينية بأول أشواط الأبكار المشتركات بدقيقتين 13 ثانية، حيث تعلن انطلاقة جديدة لشوط القعدان الرئيسي. أول أشواط القعدان مقدمة هذا الشوط والمركز الأول ياتي شعار بن خليفة على المركز الأول، يعان بن مبارك بن خليفة أو مبارك بن خليفة بن خليفة مقدما شاهين، ولكن بدأ التجاوز من نشوان عبد الله بن مبارك من شوط الخيالي، تدخلات أيضا قوية من شاهين. مطر بن محمد بن ياعد الحميري يتقدم في هذا الانطلاق من الثالث إلى الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع الكبير بوجود هذه النوعيات المنطلقة مع وجود هذه الأعداد من القعدان المشاركة المتنافسة لتحقيق الفوز والانتصار بالانطلاق المميز. الصدارة وعنوانها مقدمة هذا الشوط نشوان مبارك بن عبد الله بن مبارك من شوط الخيالي، بن ياعد يعود من جديد، مطر بن محمد بن ياعد الحميري، كذلك بن خليفة مع شاهين خليفة مبارك بن خليفة بن خليفة يتقدم في هذا الانطلاق، يتواجد في هذا الإبداع. ياهي منافسة قوية، ياهي نوعيات قادمة من خلال هذا الانطلاق. التدخلات السريعة في الأمتار الأخيرة، ما تبقى إلا القليل. الشوط الرئيسي أول أشواط القعدان المشتركات، القادم شاهين خليفة بن 70 المحرمي يعود من جديد بعد انتزاع لأول أشواط الأبكار، يأتي ليختطف أول أشواط القعدان في أرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث. مع هذا الإبداع الصباحي من بن 70 يقدم نوعيات سريعة في الأمتار الأخيرة. هذا بن 70 يبدع، هذا بن 70 يقدم أفضل ما لديه من الفيتامين في أرضية هذا الميدان، ليأتي بالنقطة الثانية وعلى التوالي محتصرا أيضا الأشواط الرئيسية في الأبكار والقعدان. المركز الثاني لمظفر بن سعيد بن مظفر العامري، بينما المركز الثالث لعلي بن ناصر بن سعود العويسي. التوقيت دقيقتين و14 ثانية.